أحسن الله إليك الشيخ. الأخت حسنة عبد الرازق تقول: امرأة توفيت بالمرض الخطير عافانا الله وإياكم، وهي صائمة في شهر رمضان، وقد منعها الطبيب من الصوم لعدم القدرة على الصوم لمدة 5 أيام، فتوفيت ولم تقضي الأيام، فهل يجب على أحد من أهلها أن يطعموا مساكين عن كل يوم لم تصمه الآن بعد موتها لقضاء دينها من رمضان؟ غفر الله لها، هي اجتهدت وصامت، نرجو لها الأجر والثواب، لكن الأيام الباقية بعد موتها لا تلزمها الأيام الباقية بعد موتها. أما إذا كانت أفطرت أياما قبل الموت ومضى عليها مدة ولم تقضيها، فإنها يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. وإذا أراد أحد أقاربها أن يصوم عنها الأيام التي مرت عليها ولم تصومها خلال المرض، فإنه إذا قضى عنها يكون هذا أحسن وأحوط لها. نعم.